المثال بتاعنا بيقول: ابحث اتصال وقابلية الاشتقاق للدالة د دالة س تساوي مقياس س ناقص تلاتة، طبعاً فاكرين كلنا دالة المقياس اللي كانت عندنا في فرع الجبر في الترم الأول، عند س تساوي تلاتة، يبقى هو عايز يدرس قابلية الاشتقاق والاتصال بتاعت الدالة اللي قدامنا دي امتى عند س تساوي تلاتة. طيب. احنا اتفقنا قبل كده انه لما تيجي لي دالة مقياس بنعمل اعادة تعريف ليها طب ما تيجي نعمل اعادة التعريف ده ونشوف الدالة دالة س هيبقى شكلها عامل ازاي دالة س تساوي س ناقص 3 الكلام ده امتى لما س تكون اكبر من 3 وبتساوي صفر لما س تساوي 3 وتساوي 3 ناقص س لما س تكون اقل من 3 طب دي كده اعاده تعريف داله المقياس اللي قدامنا طب تعالى نشوف بقى ندرس الاول ايه ندرس الاول اتصال الداله دي طيب تعالى نبحث الاتصال عند س تساوي 3 اولا تعالى نجيب داله 3 داله 3 بتساوي ايه من التعريف اللي قدامنا هناخد التعريف اللي هو الاوسط اللي في النص داله 3 تساوي صفر دي كده نركنها على جنب، طيب تعالى نشوف النهاية اليسرى، ما احنا اتفقنا علشان ندرس الاتصال هنسترجع المعلومات بتاعة الترم الأول، كنا بنقول إن الاتصال دوت إمتى الدالة تكون متصلة؟ لو كانت النهاية اليمنى بتساوي النهاية اليسرى، يعني هنروح نجيب نهاية يمنى ونهاية يسرى، طيب تعالى نجيب دالة تلاتة سالب دي نقصد بيها النهاية اليسرى. طيب هناخد التعريف بتاع السين اقل من تلاتة. هي دي النهايه اليسرى يبقى هتساوي نهايه 3 ناقص س عندما س تقول الى 3 السالب طيب تعال نعوض عن السين دي ب يبقى 3 ناقص 3 بتساوي ايه بتساوي صفر يبقى انا دلوقتي رحت جبت النهايه اليسرى طلعت بتساوي صفر طيب نعمل ايه بعد كده نروح نجيب النهايه اليمنى هنرمز لها بالرمز د 3 موجب، دي نرمز ده رمز بنرمز بيه للنهاية اليمنى، طيب هتساوي إيه؟ هتساوي نهاية بس التعريف اللي موجود جهة يمين التلاتة اللي هو إيه؟ اللي هو س ناقص تلاتة. يبقى نهاية س ناقص تلاتة عندما س تقول إلى تلاتة موجب، يعني يمين العدد تلاتة. طيب تعالى نعوّض عن السين بتلاتة، هتبقى تلاتة ناقص تلاتة برضو بصفر. طيب كده أنا استنتجت إيه؟ ده أنا عندي دال 3 بصفر. والنهايه اليسرى طلعت بصفر والنهايه اليمنى برضو بصفر طب ده معناه ايه يبقى كده هنستنتج ان ده للتلاته سالب بتساوي ده للتلاته موجب بتساوي ده للتلاته بتساوي صفر يعني النهايه اليمنى بتساوي النهايه اليسرى بتساوي قيمه الداله نفسها طب ده معناه ايه ده معناه ان الداله متصله عند س تساوي تلاته